السلام عليكم ورحمة الله، نتحدث اليوم عن أخطاء الانكسار، وطبعا أخطاء الانكسار من الحاجات المشهورة عندنا كسر النظر وطول النظر وحرج البصر، طيب عندنا كمان كسر النظر وطول النظر من الحاجات يقول لك ده واحد عنده قص نظر يعني، طيب يعني إيه قص نظر أو كسر النظر؟ يواجه الفرد صعوبة في رؤية الأجسام البعيدة بوضوح، يعني هو لا يستطيع رؤية الأجسام البعيدة، بينما لا يواجه مشكلة في رؤية الأجسام إيه القريبة. ده قصر النظر أما طول النظر يعاني الفرد من صعوبة في رؤية الأجسام القريبة بوضوح عنده مشكلة في رؤية الأجسام بقى إيه القريبة لكنه يرى الأجسام البعيدة ما فيش مشكلة يعني هو ما عندوش مشكلة أنه يرى أجسام بعيدة لكن القريبة بيكون فيها إيه مشكلة طب حرج البصر عدم انتظام في شكل القرنية مما يؤدي إلى عدم وضوح الصورة يعني في انتظام في شكل القرنية بيؤدي إلى عدم وضوح الصورة. طيب جميل هنتحدث بقى الآن عن أسباب الإعاقة البصرية. أسباب الإعاقة البصرية عندنا أربع أسباب أساسية الأسباب الخلقية والأمراض التي تصيب العين والإصابات والإهمال في موضوع المهم اللي هو موضوع الإهمال ده. طيب الأسباب الخلقية وهي إما نتيجة عوامل وراثية أو عوامل تتعرض لها الأم الحامل بتأثر على الجهاز العصبي الجنين أو أو العصب عصب المصري وهكذا. الأمراض التي تصيب العين، في أمراض بتصيب العين وبنتأخر في علاجها أو ما ما بيكونش لها العلاج الكافي. الإصابات التي تتعرض لها العين كالصدمات الشديدة للرأس التي تؤدي لانفصال الشبكية أو تلف في العصب إيه البص آخر حاجة وهي الإهمال، الإهمال في معالجة بعض الصعوبات البصرية البسيطة وهكذا. كمان عندنا ايه اهم الاسباب الصحيه بقى كمان للاعاقه البصريه عندنا التشابهات الخلقيه الاصابات والحوادث اعتمادات القونيه الناتجه عن الرمض وهنا اعتمادات القونيه الناتجه عن سوء التغذيه عندنا كمان الانحلال الشبكي الناتج عن السكر اللي هو مرض السكر